وخلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا في الاستوديو لميا عشان نعرف منها احوال الطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا بسان. صباح الخير عليك شاذلي. وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. نتمنى يوم جميل زي ده، يبقى الجو فيه حلو ان شاء الله. الجو هيكون حلو ان شاء الله، تقريبا مستقر لحد كبير يعني، مع الاستمرار في انخفاض درجات الحراره طبعا. وصباح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وكل سنه وانتم طيبين. وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال طقس احتفالات عيد الميلاد. النهارده الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 14 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.